قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شعار طفولة آمنة ومستقبل واعد سيكون اليوم بإذن الله هو انطلاق برنامج حماية الطفولة في الإغاثة الإسلامية للمجتمع المحلي. نجتمع اليوم بهدف إظهار إبداعات أبنائنا الأحباء لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم وكذلك ودعما لهم ليكملوا طريقهم نحو مستقبل مشرق. كما ونشكر راعي هذا الحفل الإغاثة الإسلامية هولندا. وشفت سيات وما كانش اسناني على شو هيك صرت في
وضرب بالملكة في السن. هي الكبار اسمعونا نحن الصغار محتاجين تراعونا تمثيل كبار. عنا قلوب صغيري بالمشاعر عمراني بس بالخير كبيري وبالمحبة مليان. عنا قلوب صغيري بالمشاعر عمراني بس بالخير كبيري وبالمحبة مليان. بنحب الدنيا والناس والكرم والإحساس. بنحب الدنيا والناس والكرم والإحساس. بنحب الدنيا والناس والكرم والإحساس. بنحب نعيش أحرار. انت يسر ما أرجو قلت حمدا يا اليوم عملت جمعية الإغاثة الإسلامية حفل كبير وفيه أولاد كتير وفيه مهرجين ومسرحيات وكل حاجة ومتعونا ووزعوا علينا هدايا. بنشكر الإغاثة الإسلامية كتير وبنشكرها على اللعب وفرحتنا وعلى المهرجان الكبير اللي عملته وفرحتنا وجابتنا ألعاب وقدمتنا هدايا. أنا بشكر الإغاثة الإسلامية هولندا لأنها هي دعمتنا وأبسطتنا كتير وفرحنا معها. نشكر الإغاثة الإسلامية لأنها عملت لنا اليوم هذا حلو ولعبنا وانبسطنا فيه. بشكر الإغاثة الإسلامية هولندا لأنها جابتنا على هذا الحفل الترفيه لأن أنا بحبها كتير. وأشكر الإغاثة الإسلامية اللي جابتنا اليوم وأبسطتنا وأفرحتنا وأدخلت البسمة في قلوبنا.